لك عين؟ ما بعرف إذا أنا إلي عين وأقول إنه بدنا نحكي وخلينا نحكي، بس إنه حنجرب مع تانيا اليوم. ما في، خلينا نحكي بقى. خلصنا. لهون وصلت. يعني واحد بيسكت مرة، بيسكت اثنين، بيسكت عشرة، بس آخرتها غير نزلة على الطرقات ما بيمشي الحال. بشرفك رولا، هاي القميص اللي لبستيها يلي عليها بريطانيا، كيف الك عين تلبسيها؟ نسيتي انه بريطانيا حكمتنا، انه ظلمتنا كل هالسنين، والك عين طالعه بكل هيك فخر لابسه بريطانيا؟ خلصنا بقى، مظاهره يعني مظاهره، مسكر استوديو اليوم، شباب حاصروا لي شيف شادي لتتعلمي، لتتعلمي تلبسي بريطانيا. ولا كلمه، حاصروا لي ولا بتطلع. لا بس تانيا بدنا نهدي بالنا. لحظة لحظة، هيدا استفزاز لإلي، أنا عم تستفزيني. بس تستفزيني، سكر لي عشان شو بدك بالتيشيرت تبعي؟ بعدين لحظة، عشو البصل كل يوم بالطبخات؟ بنفوت على الاستوديو ريحة بصل، بنطلع من الاستوديو ريحة بصل، كل طبخة بدك تحط بقلبها بصل شيف شادي. بعدين سوري إنه شيف شادي على طول عنا بعالم الصباح رجال هو الشيف، ما في ولا مرة بتعرف تطبخ؟ ولا شيء بقى فيه؟ أنا عن جد هيدا شي دايما بيستفزني، وأنا اللي بناضل لحقوق المرأة، هيدا شي بيستفزني. شباب سكروا لي على رولا. جي؟ يا شباب لشوف أنتين رح يغيروا لي الشيف شادي. أنتم مين مالكم تشبش؟ ما حدا بقى يتحرك. تشبش أنت ما في رولا ما نعم. بتتحركي ليتغير شيف شادي، وأنت ما بتطلع من محلك ما تغير التيشيرت رولا اللي لبستها، لأنه استفزتي، عم تستفزوني بالموضوع. قدام العالم غير. إيه ما بتفرق معي، والإضاءة والإضاءة، معقول ماشيين على الموتور؟ لا كهرباء في بهالبلد ولا مي ولا في شيء، بعدنا على المطار، بعدنا ماشيين، زد لي دوليب هون، الله الله الله، وحاصر لي المصور، ممنوع بقى حدا يهز، ليصير في كهرباء بالبلد، لا شوف انا. ما في شيء، خلص دوليب، وإذا نقصنا دوليب بنجيب، بتلفن لي لأبو وليد خليه ينزل لي دوليب بقى، خلصنا. ما في، أنا اليوم خلينا نحكي، ما بقى في، ما حدا بيجي بهالبلد غير ما يطلع الواحد من حاله ويصير جنن جنونه، إذا ما جن جنوننا ما رح نوصل للطريق. أنا عارفة عندي كاميرا، بس هو خلينا نحكي. عندي كاميرا مان. يعني في حكي بيبي. بدك تحكيني بتجي لعندي، أنا ما بهز من محلي. كمان؟ إيه. شوفي. زحلة دوليب خليها تقطع، ما عليه قطعها، بس ارجع سكر بالدوليب الله. قطع لي رولا، بدك تحكيني بتجي لعندي. يعني بس انا خايفه احكي، صرت انا صرت خايفه احكي، بس لا فيك تيجي تحكيني، ما باكل بشر، انا عم اعبر بكل سلميه عن رايي. بتكوني بلا كرامه اذا بتروحي لعندها. انا عم اعبر بسلميه عن رايي، تفضلي في احكي، ومني ما باكل بشر انا. ما ابدا ما بتكلم. ابدا ما باكل بشر. وهيدا كله تعبير، هيدا تعبير ديمقراطي وسلمي، وانا ما اذيت حدا ولا حامل سلاح ولني فلتيني على الطرقات، انا عبرت عن رايي وسكرت الدنيا بدوليب، وكلمه بعد شف شادي بولع. هلا هيدا سلمي برايك اللي عم تعمليه؟ مش سلمي حسيتي؟ لا بالعكس، فتح قلبي لقلك يعني، وما عاد خايفه منك ابدا، وحس انه فينا نحكي ليوم الحكي وما بيخلص الحكي يعني. ليه حسيتي إيه؟ ما حسيتي معي بوجعي ولا حسيتي انه استفزيتك؟ وجعت، مش بس بوجعك يعني، صرت انا موجوعه اكثر ما انت موجوعه. ليه شو استفزك؟ لا ماشي عادي، بالعكس هيك مبسوطين متسليين، وفي جو من الايجابيه بالاستوديو. وقدرت تحسسك معي بوجعي انا ولا لا؟ حسيتي سكرت عليك انت. لا بس هو يعني التيشيرت تيشرتتي انا شو ذنبه لشادي؟ انت شو بدك بتيشرتتي من الاصل؟ بعدين لحتى تقولي على شادي تسكري عنده على المطبخ، يعني فتحتي بواب بطلت تتسكر، مش مفهوم شو يعني. شفتي؟ اللي عملناه اليوم رولا، نقينا اليوم لانه بهي الفتره تحديدا البلد مش قاطع ب يلي شفناه شوي هون، فما حدا رح يفسرها سياسيا، انه عملناها بفتره عن جد ما في هيدا النوع من التظاهر، بس ما نذكرهم. بس ما نذكرهم يعني. لاحظتي شو صار لما عم بهدل قميصك يلي هي انا زعجتني؟ سكرت على شيف شادي، ولما عم زعلانه من شيف شادي وعم بحكي حقوق مرأة سكرت عليكي. لما بنسكر على بعضنا الطريق، لما بنولع دوليب، ولما بنتظاهر وعم نتظاهر يمكن لموضوع مهم، ما بعرف يمكن يكون مهم برأينا، بس لما بنسكر على بعضنا الطريق، هل نحن فعلا بنكون عم نتظاهر
لا عنفيا. هل نحن بنكون عم نتظاهر عن جد بطريقه بناءه لقضيتنا شو ما كانت قضيتنا؟ يمكن هيدا السؤال لازم نطرحه على حالنا. لهالسبب اليوم لعبت هاي اللعبه معكم بالقلب، يعني لما عم بحكي عنك انت شيء زعجني فيك سكرت عليه، مثل لما حدا عم يتظاهر على قطعه الكهرباء بمنطقته بسكر طريق عام انا وياه بدنا نقطع عليها، انا مثلي مثله عم بعاني من قله كهرباء تنقول الى ما هنالك. صحيح. فمن الضروري جدا رولا انه لما بنكون بدنا نتظاهر التظاهر حق مقدس كثير مهم كمواطن عبر عن رايي بالتظاهر، هيدا مكرس بس كثير مهم اعرف اتظاهر واي متى اتظاهر وبوجه مين اتظاهر. لهالسبب تسكير الطرقات على بعضنا وحتى اضرب لما بنولع الدوليب على بعضنا المسؤول السياسي مش قاطع من هونيك اذا انا اخذ على خاطري منه عم نقطع على المواطن اللي مثلي مثله وبيت المسؤول السياسي يلي رح يفوت لا بعد زيد دولي بقوله بشرفك بل بالفعل يعني عن لا بليز انه شباب كتر خيركم شفتي عضلاتهم وبضيات بالدوليب وبيت السياسي منه حد دخنه الدولاب يلي عم بتفوت على بيوت الناس وعلى روايا اولادها الى ما هنالك. فاذا انا لما عم عبر بهالطريقه انا مش مزبوط عم عبر بطريقه سلميه ولاحظت انت وشادي عم يتخانقوا الشباب بين بعضهم. لا لحظة ممنوع تقطع عن الدوليب، ما تخالف قانوننا اليوم، ما بتقطع عن الدوليب إذا بتريدوا. اشتقت لتانيا القديمة وينيك عم تحاول ارجع احاول ما تحاول بليز يعني إذا هيك عم تحاولي مصيبة. لا بالفعل من الضروري جدا إنه لما بدنا نتظاهر ونولع دوليب نعرف إنه تسكير الطرقات ما عم نعمله غير بوجه بعضنا، بينما المعاناة يلي يمكن أنا نزلت لأتظاهر عليها هي معاناتك ومعاناته ومعاناته. لهالسبب من الضروري جدا أعرف شو نيتي من وراء التظاهر. صح. بدي أدرس نيتي، دايما بنحكي بخلينا نحكي عن النية طبعا، السبب وشو بدي أنا من التظاهر، شو هدفي من التظاهر، عبر فقط عن غضبي، في بلاوي طرق لعبر فقط عن غضبي. اعمل تغيير في بلاوي وطرق لاعمل تغيير. بس بركي هن برايهم انه لهيك العالم تشوفهم اكثر شي مره لحظة يعملوا هيدي البلبله تا بعدين عم نقول انه الكاميرا والاخبار تعشق ما يدخن وهيدا طبيعي بيعمل لها خبر للاخبار، بس هل بيعمل تغيير؟ انا بس بدي انه يصوروني على الاخبار وانشهر ليلي على الاخبار ابو خمس دقائق، ولا بدي اعبر عن رايي، بدي اعمل تغيير، بدي انه احصل على مطلبي، شو نيتي رولا؟ بدي اعرف فسر هالشيء بعملي على الارض. صح. بنصح المشاهدين كل ناشط او كل حدا عنده شيء غاضب او كل جمعيه او كل مجموعه غاضبه من شيء بدها تعبر تفوت اونلاين تفتش على اسم جين شارب. جين شارب هو منظر سوسيولوجي ضخم جدا عن عامل لائحه ب 198 طريقه للتعبير اللا عنفي ولا تغيير الانظمه ولا نيل المطالب. 198 يعني تقريبا 200 وسيلة. واو. على كل الأصعدة اجتماعي تظاهر فني بس بيقول لك المواطن انه ما بينفع بلبنان هيدا تعودوا على هيدي الطريقة وعلى هيدا الوجه. صح. بس بتمنى اليوم مثل ما شافوا انه لعبنا لعبة مثل ما عادة بنلعب لما انا بجي اخذ على خاطري من شيء من شادي بسكر عليكي رح انت ما تشعري معي، انت رح تقولي لي بك شيء انا شو خصني، مثل ما شادي قال انا شو خصني لما سكرت عليه بس انا كنت متضايقه منك. المواطن اذا هدف المواطن يتفاعل معي ونعمل كتله كبيره تكبر يوم عن يوم بدي جيبه معي، بدها نيتي تكون انه انا وياك وبيجي الاعلام بيصور ما نخاف من الاعلام، الاعلام بينزل على الارض، شو ما في على الارض رح ينزل الاعلام. يا ما بين ولعوا الشباب بدنا نولع بدنا لا يا شباب بدنا نروح لا هون بدنا نروح لا هلا ليك فتنا بحديث مفاوضات هلا ماشي الحال لا ايه ايه مش الحال بعدين رح ننال مطالبنا. ما في طبخ اليوم ما في طبخ اليوم مثلا شادي عم يتظاهر بلد وليب ما عم يتظاهر بلد وليب اوقات بتلاقي ناس حاملين يافطات معبرة أكثر من مليار دولار مسكر طريق على مواطن، بدي أعرف اختار كيف بدي أعبر، أنا على شو عم بتظاهر؟ ليه بدي أتظاهر؟ غير الإعلام، الإعلام وحده ما بيكفي، ما بيعمل رأي عام الإعلام بيسندني إذا ما أنا نيتي هي لفوق أطلع. رح أعطي مثلين بين قطع الطرقات بالدوليب المشتعلة وزرب العالم لساعات يلي هن مثلي مثلهم يلي يمكن أصلا كانوا متعاطفين معي رح يبطلوا متعاطفين إذا انزربوا طبعاً. هيدا شيء بيصير وصورته الكاميرا. وبين رح أعطي مثل خيمة الاعتصام لأهالي المفقودين القسريين بلبنان بأيام الحرب يلي بعده يمكن أطول صار اعتصام بالعالم. كل ما بيعملوا حدث بتلاقي كل الإعلام نزل لعندهم، لا مسكرين طريق، لا معطلين عالم عن أشغالها،
تعاطف جامع معهم من كل الافرقاء بس ما عم بحسوا معهم يوميا يعني عم بتلاقيها طبعا مشان هيك بتغاب بتغيب بقصتهم مشان هيك بيعملوا احداث بيعملوا نشاطات كل فتره والثانيه اكيد بعد ما وصلوا لنتيجه وهيدا اسمه النضال ليذكروا بهن شو عم بيعملوا ما فيك تقولي انه في شخص بلبنان ما بيتعاطف معهم طب انا رح كون محامي الشيطان هيدا بس سكري الطريق بدوليب مين رح انه مين بده يضل واقف حدك ما بدك انت سند راي عام معك بس بتلفتي لهم نظرهم وبتقولي انه هول اذا بلشوا بحرق دوليب بكره ببلشوا بشيء ثاني بيوقفوا الطرقات وبيقطعوا الارزاق لانه العالم ما عم تقدر تروح على شغله والف خبريه بيصيروا بيفكروا نتيجه وحده بدهم يستفزوا ليوصلوا للبلدونية الاستفزاز انتبه الاستفزاز بالعمل التظاهري ممكن مشان هيك برجع بقول جين شارب 198 طريقه في بقلبهم كثير طرق استفزازيه بس ما بتاذي المواطن يلي مثلي ومثله بس بتستفز المسؤول والقانون والعرف والاعلام والبدك الاستفزاز يختلف عن ضغط النفسي على العالم اعطيني نتيجه وحده ايجابيه اجت من وراء توليع دوليب هلا انا اكيد مش مع ظاهرة توليع الدوليب ولا حرق الدوليب ولا البوليوشن يعني طبعا بس كمان بمطرح من المطارح قلت لك بدي احاول كون انا محامي الشيطان بمطرح من المطارح كمان المواطن عم بيشوف انه الوزير او النايب ما عم ينزل يحكي معه غير وقت عم يقطعوا الطريق وينزلوا لعندهم يصيروا يشوفوا شو بدهم مطالب هيدا شو عندهم قصص عم بس هي رؤيه احاديه للامور مش مزبوط انه بس يولعوا دوليب دائما دغري بينزلوا لعندهم المسؤولين بالعكس عم يتصدروا الاخبار عم يوصلوا للنواب وللوزراء بس كمان التظاهر مثلا بتذكر الناس بتظاهرة كفا سنة الماضية اللي وصلت لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري كانت منظمة مدروسة مع قوى الأمن الداخلي صح. تسكرت المنطقة كان فيها آلاف الناس اللي نزلوا يافطات ما كان فيها دوليب ما كان فيها حرق ما كان فيها إيذاء لمصالح الناس وصلت وغطاها الاعلام وعملت ضجه ووصلت لاقرار قانون، ما بدنا نشوف الامور من منظار واحد، لانه هدفها كان اذا بدك سامي وحمايه نساء وجمعت راي عام حواليها، هيدا هو العمل البناء باي تظاهره بعملها، وصلت لنتيجه، ما وصلت لدغري، وصلت لبعد سنوات من النضال بس وصلت لنتيجه. كنت بنذكر كمان مثل ما قلت بفقرات قبل مهاتما جاندي كمان وقتها قد كان عنده نضال كثير قوي وكان عمل مثلا مسيره الملح مزبوط. مثلا نضاله لا عنفي بنتيجه هالنضال الضحايا اللي سقطت بالهند من بريطانيا اللي كانت محتلتهم بريطانيا بريطانيا بترجع تتذكر هلا من جديد بليز هن 7000 ضحيه مقارنه مع الهند وكبرى والهيمنه البريطانيه اللي كانت موجوده بالهند الرقم كبير بس هو صغير جدا بينما ثوره الجزائر على الحكم الفرنسي راح فيها مليون قتيل يلي هي اضخم بكثير كانت ثوره عنفيه صحيح. مقابل العنف اللي عم بيتمارس ضد هل قد الفرق انا لارجع على التظاهر اذا بدي انه العالم تتعاطف معي واعمل حركه وجيب الاعلام وابرز فكرتي بدي ارجع اشوف شو نيتي بدها تكون انه بدي اوصل لهدفيتي بدي انه اخلص من هالمشكله بدي هيك ما في يسكر على مواطن عم بيعاني نفس الشيء معي نفس النوع المعاناة أو ما في يسكر على مواطن وإحرق له أرزاقه وإحرق له طريقه يا جماعة عم فش خلقكم في أنا في استعمل دوليب بطريقة بالنيقة بتعرفي شفتي هول الشكلات يلي بيعملون بلونه دوليب بيعملون بيسكروا فيهم مثلا بطريقة حلوة بصير لونه حلو الدوليب عامل مؤذي جدا للبيئة وعلى المدى الطويل عم ندفع ثمنه نحن مش طالبينه فينا نعمل تظاهرة ضخمة جدا بمنطقة معينة والتنسيق مع القوى الأمنية وين ما كان العالم على فكرة بأغلب دول العالم بصير التنسيق مع القوى الأمنية لحماية هالتظاهر لإيصال الفكر بينما إذا أنا هدفي فقط أنه عبر وها ومش رح تقوموا كلكم من هون غير ما أنا أوصل للي بدي لا في تعاطف تغطية الإعلام رح تعمل أثر سلبي أكثر على التيدي عند الناس هي حتى بالحياة اليومية الواحد بس يفكر فيها إذا يمكن متخانق مع جاره أو جاره عمل شيء حط الزبالة قدامه مزبوط. سكر له على سيارته هي الطريقة يلي بيتفاعل وردة فعل الجار الثاني رح تكون شو؟ يلي مستفزة طبعا إذا ما عرف ينزل لعنده بتهذيب بهيدا ويقنعه بالقصة إنه حقي ما فيك تعمل هيك مزبوط. وين بيصيروا؟ بصير مين بده يستفز الثاني أكثر؟ لا أنا لبكره بدي أسكر عليه عملية استفزاز يعني بدنا نطلب من المواطنين حقهم بالتظاهر كلنا حقنا مقدس أنا ياما نازلة على تظاهرات إنما التظاهر إله
له تقنياته وله مفاهيمه، ما بينزل واحد هيك بيتظاهر بس لحتى يعبر فقط عن غضبه. التعبير عن الغضب شغله كثير مهمه، انما بدي يكون اذكى من النظام القائم، اذكى من المشكل القائم، بدي اربح. بعدين عم نوصل لشيء، بس انا بدي اسال سؤال، الدولاب بحياته وصلنا لشيء؟ ولا مره انا شفت شيء خبريه من ورا الدولاب غير انه عم تطلع فينا وعم ينسان بدننا. صح صح. بس ويلي على الان بالزحمه ابدا ابدا ما تعاطف معه ابدا، بالعكس يلي تاخر عن المطار حتى لو كان وعن شغله معه بالمبدا من الاساس، كان هو معه مع قضيته خسروا. صح. مشان هيك برجع بقول في 198 طريقة موجودين على الاونلاين بالتعبير الفني المسرحي. فينا هي فينا. مش بالثقافة، مش موجودة، يعني صرنا معودين انه ايه؟ هيدي الطريقة اللي مدافع عن حالنا ايه بس وعن ما هي عن رأينا. ما للأسف بس عم بتضرنا أكثر ما تنفعنا. إذا بدي انتفع من التظاهر بدي اطلع من ثقافة الدوليب، مع انه اللي حاملهم هون صديق عزيز. بس لبقتك الصراحة حسي قد ما نكون لذيذين عبالي اعمل تظاهره معكم بالدوليب، حعيشها وفوت معكم فيها. وين صار هلا ازمه معه؟ فاذا نتظاهر نعم، نتظاهر بذكاء نعم، ونربح الراي العام طبعا نعم، نفكر قبل ما ننزل على الطريق ونعرض عضلات. نعرض اكزاكتلي. طب يلا اعطونا هالدوليب يا شباب. سقط لي كم دوليب؟ بدنا نحرق دوليب. لا كل هالحكي هيك؟ كل هالحكي بدي احرق دوليب، لانه الصراحه من الاخر حديثك ما عجبني. احرقوا لي الدوليب، خلينا نحكي. بريك وبرجع لكم، بدي احرق انا كل الاستوديو. خلينا نحكي. بدي احرق الدوليب. خلينا نحكي الاستوديو كله. فينا نحكي ممنوع؟ خلينا نحكي. سكر عليا شباب. عتانيا يا جعان الحكي. ايوه انا انا برا بس على الساحه طبعا. بس لتعرفي